الحمد لله أنا كأم فلسطينية أنا حزينة جداً والوضع اللي احنا عايشينه صعب. يعني أنا بتذكر عيد الأم، يعني يوم الأم كان كتير حلو، يعني كنا نحتفل ذكريات حلوة كانت في بيتنا في عيد الأم. بنت واحدة إلي، بنت وحيدة وعندي 5 شباب، كانوا يعملوا لي حفلة حلوة ويجيبوا لي بعض الهدايا الحلوة، لكن هلقيت شو بعض الهدايا، كنا حزينين. يعني إيش أحكي لك، الحمد لله يعني إن شاء الله بنرجع على بيتنا وبكون هو عيد الأم. غير عن كل سنة طبعا، كل سنة يعني بنكون في دورنا وعند أولادنا، بكون يوم يعني مميز، أولادك بيجي تحس إنه بيجيبوا لك هدايا وحاسين إنه في عيد يا أم يعني. أما لقيت مش حاسة إحنا بين الخيام، أنت شايفة كيف وضعنا صعب، يعني مش حتى نسينا إنه أنا يعني في عيد أم بالمرة، ما حدش أتذكر لا الأولاد ولا أحد. هم يعني نساء صابرات غير عن نساء العالم كلها، احنا يعني تحملنا يعني اولادنا واهالينا استشهدوا هينا، رغم هيك يعني كمان لسه يعني قويين هينا. يعني في شهر مارس هو معروف شهر الام، انا بيجي علي العيد الام مع الاسف وبناتي مش عندي، كان نفسي انهم يكونوا عندي يجيبوا لي هدايا نطلع انا وياهم، يعني نقضي يوم حلو هيك مع بعض، خاصة أنه أنا فاقدة أمي يعني من زمن طويل، يعني فكنت حابة أشعر بمشاعر الأمومة مع بنات، بس للأسف حالة الظروف بين أمي أكون معهم السنة هاي. بتمنى الحرب تخلص بسرعة، بتمنى أني أرجع على شمال قطاع غزة عشان أقدر بس أحضن بناتي.